أو نفل المروج أو نفل الأحمر أو تسمى نبات علفي، لديه أربعة أسماء. هذه النبات يوجد في آسيا الوسطى وشمال أفريقيا، وتستخدم الأزهار المجففة من الناحية الطبية. نعم، هذه النبات يكون استخدامه الطبي، يعمل كمقشع ومضاد للتشنج، ويساعد على شفاء الجروح، ويستخدم لمعالجة الصدفية وأكزيما. نعم، أما الجرعة اليومية فهو 3 غرامات يوميا. نعم، وهكذا شرحت لكم فائدة النفل المروج بشكل مختصر مفيد من الناحية الطبية، وشكرا.